المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في مدينة الفلوجة أكدوا من جانبهم ضم صوتهم للأصوات المطالبة بإنصاف الشعب الفلسطيني وعدم سلب حقه التاريخي، مشددين على رفضهم للقرار الأمريكي بشأن القدس. إن اليوم نقف مستنكرين ضد القرار الأمريكي الذي اعتبر القدس العربية عاصمة الكيان الصهيوني. القدس هي قدس عربية وهي أول قبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهذا القرار هو انتهاك لجميع المواثيق والقوانين الدولية التي جميعها اجتمعت وأقرت بأن القدس هي قدس عربية وهي عاصمة دولة فلسطين وليست عاصمة الكيان الصهيوني. اليوم اجتمعنا على وحدة ورجوع القدس، القدس توحدنا، القدس لنا وتبقى القدس لنا بغض النظر عن ترهات الساسة أينما كانوا، أكانوا في أمريكا أم الكونغرس أو في العراق. نشكر الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر لما له من مواقف وبطولات فعالة في مجالات كافة، ولما هذه الآن نمر به حالنا في الدول العربية كون القدس هي عاصمة فلسطين وعاصمة الدول العربية، ولكن بان الاحتلال هذا القرار الغاشم على قرار أمريكي جائر أن القدس هي عاصمة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن نقول كلا وألف لا. لذلك نشكر ونسجب باسمي واسم مكتب الطلبة والشباب في المشروع العربي.